بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار أسكنهم الله فسيح جناته. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. ثانيا، نحن منسبي الجيش الليبي من ضباط وضباط صف نعلن انشقاقنا عن نظام الطاغية معمر قدافي وانضمامنا لثورة 17 فبراير المجيدة. ثالثا، نعلن تنازلنا عن الرتبة الممنوحة لنا من قبل نظام الطاغية لغرض شراء دممنا لمزيد من سفك الدماء وقتل الليبيين، وبذلك نقدم أنفسنا جنود أوفياء للوطن الغالي والمجلس الانتقالي الوطني بشقيه المدني والعسكري، ونحن نراهن إشارة ثورة 17 فبراير المجيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عميد مهندس وهذا بكر سليمان الإدريسي عن 34 ضابط وضابط صف منشق حسب الكشف المرفق. الله أكبر.